يعني هي من بدت الأوضاع ترتفع نحو انتخابات طلابية، وصارت الانتخابات طلابية بالـ67 والنتائج كانت نتائج وراء 10 أيام رئيس الوزراء طلع أمر بتجميد انتخابات بعد أن حزنا على أكثر من 75% من مقاعد جامعة بغداد. وهذه كانت فرحة لا توصف، أنه إحنا تنظيم عمل سري كطلاب، لكن مع ذلك استطعنا أن نسيطر على أغلب النقابات، أغلب المقاعد الطلابية في الجامعة، في مختلف كليات الجامعة. حتى بالنقابات أيضا سيطرتوا، المهندسين، الأطباء، بقية النقابات، الإدارة، الاقتصاديين إلى آخره، جمعية الاقتصاديين. بس أنا أقول لك كطلبة في جامعة ويشكلون أعداد عشرات الآلاف من الناس موجودين بها، فهذا الجانب تطور أيضا حركة الحزب في احتضانها أكثر وأكثر. وجمتها رئيس الوزراء لو رئيس الجمهورية في حينها؟ لا، ماكو، هو رئيس وزراء تصور، هو قرار رئيس وزراء جمتها. فمن جمدت ذاك الوقت بدأ التوجه أكثر يزداد في قضايا كيف احتضان الطلابي إلى تطوير العمل التنظيمي. يعني أنا أتذكر الشخصيات البارزة اللي كانت تشرف على هذا الموضوع، وكان عندي لقاء ويا لقاءات الشهيد محمد الخضري، كان عضو منطقة بغداد، وكان يجي ويا البايسيكل ونمشي بالشارع ونسولف نسولف شنو المسائل، شنو القضايا، شنو الترتيبات. اتطورت بعدين إلى كونفرنس طلابية، كونفرنس طلابية، وحضرت هذا بعد 67 بالـ67